بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معكم الدكتور أشرف نبيه استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله أكلم حضراتكم النهاردة في نبذة صغيرة كده أو سؤال يعني كتير من حضراتكم بيسألوا، يا ترى بعد ما توقف الرضاعة الطبيعية مثلا أسبوع 10 أيام 15 يوم وبعدين لقت لسه صدرها أو الثدي بتاعها لسه فيه لبن، هل يا ترى لأي سبب من الأسباب ممكن ترجع في الرضاعة تاني؟ ولا اللبن ده ممكن يضر الطفل؟ كتير قوي من حضراتكم سأل السؤال دوت، لانه بيضطر انه ينقطع عن الرضاعه الطبيعيه لفتره من الفترات بسبب مرض او بسبب ان الطفل دخل حضانه او بسبب ان الست بتاخد علاج فخايفه ان الرضاعه تاثر على الطفل فبتقطع الرضاعه في الفتره دي، وبتفاجئ بعد فتره اسبوعين ثلاثه ان لسه في لبن في ثديها. يا ترى ينفع الطفل يرضع اللبن ده ولا ممكن ياثر عليه؟ طبعا الاجابه قولا واحدا، حضراتكم الطفل يقدر يرضع من اللبن ده، لان اللبن ده يا جماعه مش مخزون. يعني في واحده كنت يعني بجاوب لها السؤال ده في احدى وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي على سؤال، قالت لي يعني الطفل هياخد لبن متخزن؟ لا، هو اللبن مش متخزن ولا حاجه، اللبن ده مش حضرتك من يوم ما قطعتي الرضاعه مش متخزن في صدرك وقاعد خلاص ده لبن حمضان بقى ولا لبن بايظ ولا لبن فيه ميكروب ولا حاجه وخلاص ده ما يعني، لا، اللبن ده بيتجدد، اللبن ده بيجي من الدم، بيستخلص من الدم. كل اللي حضرتك هتعمليه انك هتعصري بس اول مره الجزء شويه اللبن اللي على السطح، هنعصرهم ونرميهم ونبدا نرضع الطفل من اللبن المتجدد من الدم اللي بيجي من الدم، بس قولي يا رب اللبن يزيد. يعني مش مشكلة خالص، اللبن كويس خالص، ما فيش لبن أم اسمه فيه أي مشاكل، طالما الأم ما بتاخدش علاج ما عندهاش مرض، اللبن ما فيهوش أي مشاكل. مش حاجة اسمها لبن مخزن، اللبن ده بيتجدد باستمرار. وطبعًا هو اللبن اللي فيه المناعة، مفيش لبن صناعي على الإطلاق يوازي لبن الأم. فلو سمحت حضرتك اللبن جه بعد ما اتقطع ادي طفلك. سواء بقى نص رضعة، رضعة، مكفي، مش مكفي، ابدأي بيه وبيكملي من اللبن الصناعي. يا ريت حضراتكم ما تضيعوش أي فرصة من فرص الرضاعة الطبيعية، عشان حضراتكم عارفين إن هي دي المناعة، هي دي اللي بتقاوم الطفل ضد الأمراض. فلو سمحتوا اوعوا تقعوا في الخطأ ده. أرجو إن الفيديو عجب حضراتكم، لو كان عجبكم يا ريت تعملوا شير ولايك عشان يوصل للناس كلها، وما تنسوش لو في أسئلة سيبوها في التعليقات اللي تحت الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة. إلى أن نلتقي لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.